تفضل. حبيبتي شزا، الحمد لله على سلامته. كتير زعلت عليه. لمين؟ شو ما إلك خبر؟ مالي خبر بشو؟ جايبين عثمان رشدان لهون منصاب وبدهم يعملوا له عملية. شو بقوا عامل حادث؟ في حدا ضاربه. يا الله منك. الدكاترة عم يقولوا نزيف بسيط، بس شو رح يطلع معهم بعد العملية؟ والله ما بعرف. خليكي متماسكة رمزية، عثمان شاب كتير قوي وإن شاء الله ما رح يصير له شي، طمني. أنا كتير خايفة ميسا، إذا صار له شي شو بدي أعمل بحالي؟ إن شاء الله ما بيصير له شي، والعملية رح تنجح لا تخافي، وعثمان رح يرجع يقوم على رجليه عن جديد. عثمان ابني الوحيد، كل شي بالنسبة إلي، إن شاء الله الله ما بيضرني فيه. آمين حبيبتي. فوتوه؟ عم يجهزوه هلا، رح يفوتوه. قال إنه متعرض لهجوم، شو القصة؟ الظاهر إنه فاطمة وأخوها ناصبين له فخ، طبعاً بين إنه كل العيلة متفقين على هالشي، بس نحن ما رح نتركهم. اتعرض لضربات كتير قوية ووضعه خطير. بيسان رح يفوت على العملية، دعي له. عثمان، عثمان بترجاك ما تتركني، رجع لي يا ابني، وعدني انك رح ترجع لي وما تتركني لحالي. عثمان اهدي مرت عمي. الحمد لله أنه الموضوع مرق هيك وخلصنا. الحمد لله أنه لساته عايش. يسلموا دكتور رضا، أنت ما قصرت معنا أبداً وعملت كل اللي بتقدر عليه. والله ما بعرف كيف بدي أشكرك، أنا ممنونك دكتور. هذا واجبي يا رشاد، وكل شيء ماشي تمام. العملية نجحت والحمد لله، عن قريب بيقوم على رجليه. خزيت العين عنه، لياقته البدنية عالية. الله يطمنك، ما قصرت. أنا بقول ما نحكي هالحكي هلأ، يعني خلينا نقول وضعه صعب شوي. أنا حابب شنطتهم لهدول الجماعة اللي اعتدوا عليه وما بدي يطمنوا، بس لو تعرف العذاب اللي عايشون إياه لهيك ما بدي يرتاحوا. إيه والله لخليهم يتعذبوا شوي يا أخي. بالأول افتروا علينا وهالشي ما كفاهم، رجعوا اعتدوا عليه للصبي، رح علمهم كيف يعتدوا على العالم. لهيك لا تطالعوا لعثمان العناية المشددة، يعني بتقول لسه في خطر على حياته وما بيصير حدا يستجوبه هلأ. مانك شايف الشرطة ناطرينه لياخدوا وإفادته؟ هو ما رح يهرب منهم، رح يقدمها طبعا، بس بدنا ناخدهم ونجيبهم لحد ما يشد حيله. فيك تخدمني دكتور رضا؟ ايه تكرم عينك، طالما هيك بدك رشاد بيك. شكرا، شكرا لك دكتور. تفضل أخي. ليك منزلين خبر عن نت عن الخالة كندا. مسكينة كندا، يا حوينة شبابها، رمت حالة من الشباك لتروح لعند مرا وراحت لعنده. خطوة خطوة ضلت عم تلحقه، ونحن ساعدناها لتلحق ابنها.
وحده بوس ايدك خلص مواته. كلنا مسؤولين عن الشيء اللي صار، وخاصة أنت منير، بسببك المخلوقة كتير تعذبت. أنت بعمرك ما حبيتها ولا عطيتها ولو جزء من الشيء اللي عطتك إياه. أختي لا تحكي هيك لأنه أنت ما بتعرفي شيء بترجاكي. أنا كنت ميت فيها من البداية، بس بعدين ما تحملت الضغط علي فقررت أنسحب. اصلا بعد بدري مراد على ان انتزع كل شيء، واثنين هاتون تغيروا بعد اللي صار. الحكي ما حد يغير شيء، خليني ساكت. الحمل كل ماله عم يتقل على اكتافنا اكثر. مساء الخير. اجيت لاسالك اذا لازمك شيء لانه خلص دوامي. يسلموا، شكرا لك بنتي. عرفت من زملائي الدكاترة إنه العملية كانت ناجحة. الحمد لله. وكتير انبسطت لهالشي. ابني تعذب بسببك، لهيك أنت خايفة ليموت ويعذبك ضميرك، مو هاد اللي مخوفك؟ ما بعرف، بجوز. كان بيحبك، بترجاكي تدعي له لحتى يقوم بالسلامة. الدكتور عم يقول إنه وضعه مستقر. يلا إن شاء الله عن قريب رح يتعافى كلياً. إن شاء الله. أنا آسفة، بجوز هلأ مو وقته، بس أنا حابة أعرف ليش راح ليقابلها لفاطمة؟ مشانك أنت، مشان يقنعك ببراءته. عمل كل هالشي مشان يقنع فاطمة تسحب الدعوة وتقلك إنه هو بريء. كل هالشي عمله مشانك أنت. طيب بشوفك بكرة عن إذنك هلأ. إذنك معك.